في إطار احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ويوم شرطة البحرين، واصلت الفرقة الموسيقية للشرطة تقديم عروضها الميدانية، حيث قدمت عرضاً في سوق الرفاع الشرقي. وجاءت عروض الفرقة من خلال تقديم سلسلة من المقطوعات الفنية الوطنية، وحظيت هذه العروض الموسيقية بمتابعة من قبل الحضور، حيث أشادوا بما قدمته الفرقة معبرين عن دور الموسيقى في تعزيز قيم المواطنة. كما ساهمت المعزوفات الفنية في إضفاء البهجة والسرور لدى المواطنين والمقيمين، والذي عكس ما تتمتع به الفرقة من خبرات تستند إلى تاريخ موسيقي عريق.